دكتور فريد فوزي امين عام اتحاد المحاسبين المراجعين العرب. اتحاد المحاسبين المراجعين العرب ده اتحاد يضم كل المنظمات المهنيه في الوطن العربي اللي تهتم بمهنه المحاسبه والمراجعه. في الاتحاد ده تحت مظله جامعه الدول العربيه مجلس الوحده الاقتصاديه. احنا حاضرين مؤتمر هنا بالتحكيم لان التحكيم ده جزء مهم من عملنا. التحكيم ده بيتضمن حاجات ماليه وحاجات هندسيه وحاجات مختلفه. التحكيم ليه دور كبير في التنميه الاقتصاديه والاستثمار في الوطن العربي. احنا بنشجع دور التحكيم وبنشجع دور المؤتمرات العلميه اللي زي ديت لان هي فعلا بتشجع الاستثمار وتشجع التنميه في الوطن العربي، لان وجود المحاكم والاطاله المحاكم بيأثر كتير على مجال الاستثمار، فاحنا بنشجع وجود التحكيم. المؤتمر قوي جدا مفيد، مهتم بمجال التحكيم بيحضروا معانا تقريبا حوالي 18 دولة موجودين بممثلين الدول العربية بمناقشات جادة وقوية، وورق العمل فيها قوي جدا عن التحكيم في الوطن العربي وأهمية التحكيم والمعوقات اللي تواجه التحكيم في الوطن العربي. احنا بنهدف للمؤتمر ده بالخروج بورق عمل وتوصيات لوجود تحكيم قوي ينبع من المصادر العربية أو المنابع العربية أو الأحكام العربية مرتبطة بالبيئة عندنا، ونشجع مع بعض إن احنا ندرس ونتعاون مع بعض كدول عربية نخرج ما يكون عندنا مراكز تحكيم عالمية للمحاكم للتحكيم بين الدول العربية والشركات العربية أو الشركات المشتركة بين الدول العربية والدول الأجنبية. أنا فعلا بحيي القائمين على المؤتمر ودكتور وليد وكل القائمين على المؤتمر على هذا المؤتمر الرائع، وأتمنى لهم كل التوفيق. شكرا.